من أهم وظائف التقدم العلمي هو إنه يحل مشاكل ملهاش حلول عندنا، ومن ضمن أكبر المشاكل دي هي عمليات زراعة الأعضاء، وده لأن عدد الأعضاء اللي بتكون متوفرة أقل بكتير جدا من عدد المرضى اللي بيحتاجوا لزراعة أعضاء. وهنا بقى يجي موضوع حلقتنا النهاردة اللي بيقدم حل عبقري للمعضلة دي عن طريق استخدام الـ 3D printers أو الطابعات ثلاثية الأبعاد باستخدام الحبر الحيوي القادرة على طباعة أنسجة وخلايا وأعضاء بشرية كاملة، ولكن بشرط أن يتم زراعتها في الفضاء في محطة الفضاء الدولية. ولو الموضوع أثار فضولك كمل معايا الحلقة دي، لأننا هنتكلم فيها على حاجات مبهرة فعلا أول مرة تسمعها. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة. ولو حابب تدعم القناة دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو، ويريد تعمل شير ولايك للفيديو لان ده يوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. الموضوع كله بدأ عن طريق واحد اسمه اندرو مورجان، وهو طبيب امريكي اتولد في 5 فبراير سنة 1976 في نيوكاسل في الولايات المتحدة الامريكية. وبعد ما اتخرج مورجان من ويست بوينت في سنة 1998 تم تكليفه في الجيش الامريكي كضابط طبي، وفضل في الجيش لحد ما تم التحاقه بوكالة ناسا سنة 2013. وطبعا خلال الفترة دي كلها شاف أندرو حروب كتير جدا، وخلال الحروب دي شاف ضحايا وأشخاص كتير فقدت أطرافها أو أعضاء من أجسامهم. ومن هنا جه اهتمام أندرو بزراعة الأعضاء البشرية، خاصة بعد ما شاف التعافي البطيء للجنود الأمريكان، وسأل نفسه سؤال، هو احنا ليه ما نعملش طباعة لنسيج جديد أو حتى أعضاء كاملة جديدة مكان أجزاء الجسم التلفة بدل ما نستخدم أعضاء حقيقية، لأنها بتتوفر بصعوبة زي ما احنا عارفين. واتبلورت في دماغه الفكرة دي وبدأ في تنفيذها فعلا لما طلع للفضاء في محطة الفضاء الدولية، وبدأ يعمل التجارب بتاعته هناك على زراعة الأعضاء عن طريق إنتاج أنسجة حية من الخلايا باستخدام طبعة ثلاثية الأبعاد والحبر الحيوي. هتقولي لأ معلش انت بتقول كلام كبير يصعب عليا فهمه، هقولك ما تقلقش لأن أنا شغلتي إن أبسط لك كل حاجة بتسمعها. وخليني في ثواني أشرح لك إيه هو الـ 3D printer أو الطبعة ثلاثية الأبعاد وإيه هو الحبر الحيوي ده كمان. بص يا صديقي، الطبعة ثلاثية الأبعاد دي بكل اختصار هي عبارة عن طبعة عادية زي البرينتر بتاع الورق كده، ولكن مع اختلاف جذري، وهي انها بتطبع تقريبا كل حاجة بتتصنع. والطباعة هنا بتبقى عبارة عن طبقة فوق التانية، وبتفضل الطبعة تحط طبقة فوق طبقة لحد ما تكون الشكل النهائي واللي بيكون ثلاثي الأبعاد، والأشكال دي بتدخل في كل الصناعات بلا استثناء. أما بقى الحبر الحيوي فهو عبارة عن جل قابل للطباعة بيحتوي على خلايا حية متعلقة جواه، والجل الخاص ده بيطلق عليه الهيدروجيل، وشغلته انه عامل زي وسادة او مخدة بتحمي الخلايا الجذعية اثناء دفعها خلال الطباعة. وبمجرد طباعة الحبر الحيوي ووضعه في المكان الصحيح بيحافظ الهيدروجيل على البناء المطلوب للأنسجة، وبعد كده بيتم ضخ الخلايا الحية داخل الهيدروجيل ده علشان تبقى الخلايا جوه شكل مطبوع ثلاثي الأبعاد بالفعل. وبعد كده الخلايا الحية دي بتتطور وتتحول لغضاريف او اي نوع تاني من الأنسجة الحية. ولو حابين نتكلم باستفاضة أكتر عن الطبعة ثلاثية الأبعاد وقد إيه هي هتغير حياتنا تماما في المستقبل، وإنك بعد كام سنة هتقدر تطبع كل حاجة حرفيا من أول تيشيرتك وهدومك لحد بيتك اللي بتسكن فيه نفسه، اكتبولي في التعليقات. نرجع تاني لعم أندرو مورجان وحكاية طباعة الأنسجة في الفضاء. أول سؤال هيجي في بالنا هو ليه الراجل ده عايز يزرع الأعضاء في الفضاء مكان يعمل التجارب دي في أي مختبر على الأرض زي باقي الناس الطبيعية؟ ولكن الإجابة يا صديقي هتصدمك فعلا، والموضوع مش فزلكة منه ولا حاجة، وكل ما في الأمر على لسان أندرو نفسه إن لما بننتج أنسجة بالطباعة ثلاثية الأبعاد على الأرض ممكن تتفكك الأنسجة دي بسهولة بفعل الجاذبية الأرضية، لأن زراعة بعض الأنسجة بتحتاج حاجة أشبه بالسقالات العضوية المؤقتة علشان تقدر تحافظ على تماسك الأنسجة دي. وقال مثال على ده إن في حالة زراعة أعضاء بتضم تجاويف زي حجرات القلب مثلا، فالتجاويف دي بتكون محتاجة النوعية دي من السقالات العضوية، ولكن كل المؤثرات اللي ممكن تأثر على التجارب دي غير موجودة في البيئة اللي فيها جاذبية متناهية الصغر زي محطة الفضاء الدولية. وعلشان كده عمل التجارب دي في الفضاء ليه أهمية كبيرة جدا. ولحد دلوقتي مورجان كان بيستخدم الطبعة دي في البداية لتجربة طباعة أنسجة على شكل القلب، لكن الفريق اللي طور التقنية دي بيفكروا انهم يعدلوا الجهاز علشان يصبح قادر على طباعة أعضاء بشرية كاملة في الفضاء،
وممكن تستخدم بعد كده في عمليات زراعة الأعضاء بالفعل في المستقبل. سؤال تاني هيطرح نفسه قدامنا، هل الموضوع ده لسه في مراحل الاختبارات والأبحاث ولا تم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع؟ بالفعل يا صديقي تم تطبيقه على أرض الواقع في بعض الشركات الكبرى. فمثلا اعتدال رضوان رئيسة البحث العلمي في شركة سيلينك، ودي أول شركة بتصنع الحبر الحيوي بطريقة ربحية، بتقول إنهم أنتجوا أنسجة وتم زراعتها بنجاح في أجسام الحيوانات زي زراعة الجلد، وإنهم عملوا أبحاث في شركتهم هتخليهم يستخدموا الطباعة ثلاثية الأبعاد لكن عن طريق أشعة الليزر اللي هتخليهم يقدروا يطبعوا الأجزاء الدقيقة جدا زي الشعيرات الدموية أو الأوعية الدموية، وإنهم بيحاولوا قريب يزرعوا الأنسجة دي في الجسم البشري. والدكتورة رضوان شايفة إن في خلال من 10-15 سنة هيكون من الممكن زراعة أنسجة وأعضاء بشرية كاملة مطبوعة بالشكل ده، وهتأدي الوظائف بتاعتها بشكل كامل وبطريقة طبيعية في أجسام البشر. وبالفعل أثبت بعض العلماء إنه من الممكن طباعة أنسجة رئيسية وأعضاء مصغرة. يعني مثلا في سنة 2018 نجح فريق من جامعة نيوكاسل في طباعة أول قرنية بشرية، وأنتج فريق جامعي تاني في فلسطين قلب صغير من خلايا متاخدة من مريض قلب بالفعل، واستخدموا تقنية طباعة الأنسجة البشرية ثلاثية الأبعاد. والفريق ده بيزعم إنهم يقدروا يستخدموا الأنسجة دي في تطوير رقعات لإصلاح العيوب في القلب البشري. ده غير إن في مجموعة من العلماء من جامعة ميتشيغن نجحوا في طباعة قلب بشري مصغر باستخدام إطار من الخلايا الجذعية بيحاكي البيئة اللي بينمو فيها الجنين، علشان يقدروا يطوروا جميع أنواع الخلايا والأوعية المعقدة اللازمة لإنتاج قلب يؤدي وظائفه بطريقة كاملة. ومش بس كده، ده كمان حقق بعض الباحثين سبق كبير جدا في بناء أعضاء ونسيج أكتر تعقيدا. فمثلا فريق من معهد ويك فورست للطب التجديدي في ولاية نورث كارولينا نجح في إدخال خلايا عصبية في عضلات مطبوعة ثلاثية الأبعاد، وهتساهم الخطوة دي في استعادة التحكم في العضلات ووظائفها في الأعضاء المزروعة. لكن هل معنى الكلام ده إن الدنيا وردي وهنشوف أعضاء طبيعية مصنعة في المختبرات بتعمل بشكل طبيعي زيها زي أي عضو ربنا خلقه؟ طبعا الموضوع مش بالسهولة دي أبدا. فمثلا جينيفر لويس أستاذة الهندسة الحيوية بجامعة هارفارد بتحذرنا من التحديات الكتير اللي هنواجهها في مجال طباعة الأعضاء ثلاثية الأبعاد، وبتقول إن طباعة أعضاء صناعية تؤدي وظائف الأعضاء الطبيعية زي وظيفة الكلى في ترشيح الدم مثلا حاجة مش سهلة أبدا. وعلشان نقدر نطبع أعضاء بتعمل بشكل كامل لازم نحاكي الأول عملية تكوين الأعضاء زي ما بتتشكل الأنسجة والأعضاء البشرية في جسم الجنين داخل الرحم من البداية. والتحدي القائم أمام العلماء دلوقتي إن وظائف الأنسجة المطورة في المختبر غير مكتملة مقارنة بالأنسجة المطورة داخل الجسم الحي. ده غير إن في تحدي تاني بيواجه العلماء في المجال ده لا يمكن إخفاله، وهو تكلفة القيام بطباعة الأنسجة دي، لأن تكاليف الطباعة في الفضاء مش رخيصة أبدا. يعني يكفي إنك تعرف إن سعر جهاز التصنيع الحيوي للأنسجة في محطة الفضاء الدولية بيساوي 7 مليون دولار، وشوف أنت بقى النهاردة الدولار بكام، وده بالإضافة لتكلفة إطلاق الخلايا للفضاء وغيرها من المواد الخام لمدار الأرض المنخفض وإعادة الأعضاء إلى الأرض بأمان. ده غير إن مش من السهل برضو إنتاج كميات كبيرة من الأعضاء في الفضاء تغطي الاحتياجات بتاعتنا لغاية دلوقتي، وده خلى بعض العلماء يفكروا في إمكانية محاكاة البيئة منخفضة الجاذبية على كوكب الأرض لزراعة أنسجة دقيقة ومعقدة من غير ما نحتاج للسفر للفضاء. طيب هل إحنا محتاجين فعلا للأبحاث دي؟ إحنا فعلا محتاجينها جدا. والأستاذة لويس بتقول إن الأعضاء المتبرع بيها ما بتكفيش الطلب على عمليات زرع الأنسجة والأعضاء البشرية. وعلى سبيل المثال في 1,000,000 حالة حول العالم على قوائم الانتظار لزراعة الكلى فقط، وبتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إن في 130,000 عملية زرع أعضاء بتحصل سنويا، لكن العدد ده فعلا ما بيغطيش إلا حوالي 10% فقط من الطلب على زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. وبتكمل لويس إننا لو قدرنا بس إننا نوفر الأعضاء دي للناس المريضة فقط فده هيكون إنجاز كبير جدا في حد ذاته. والميزة في الموضوع ده إننا بنستخدم أنسجة من جسم المريض ذات نفسه في زراعة أعضاء كاملة ليه، وده هيخلي عملية طباعة عضو جديد باستخدام خلايا المريض نفسه تمنع تقريبا المشاكل المترتبة على رفض الجسم للأعضاء الغريبة والمشاكل الشائعة في عمليات زراعة الأعضاء البشرية. وكل الكلام ده حلو وجميل جدا وهيساعد مرضى كتير انهم يعيشوا حياتهم بطريقة طبيعية، ولكن هل ده اللي هيحصل فعلا ولا الناس هيستخدموها استخدام تاني خاطئ زي ما بيحصل في كل حاجة حوالينا، وهيحصل ما يسمى بالسوبر هيومن او الانسان السوبر؟ يعني ايه بقى الكلام ده عمدة؟ بص يا سيدي،
الموضوع ده باختصار كده ان لما الاعضاء دي تبقى متوفرة لاي مريض بيعاني بمشاكل في القلب او الكلى مثلا، ده هيؤدي لانخفاض كبير في معدل الوفيات في العالم. ويكفي انك تعرف ان امراض القلب والاوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في الدول الغربية، فبتقول التقديرات ان واحد من كل 3 اشخاص بيموتوا نتيجة اصابتهم بامراض القلب والاوعية الدموية، وان زراعة قلب سليم ممكن يخلي الشخص ده يعيش 10-20 سنة كمان. يعني القدرة على طباعة الأعضاء وإطالة الأعمار هيخلي عدد السكان على كوكبنا أكتر بكتير، وده هيؤدي إلى ندرة الموارد. وطبعاً أنا مش محتاج أقولك كم الصراعات اللي هينتج بسبب قلة الموارد، وساعتها هنحتاج للحاج ثانوس يجي فرقع لنا بصباعه تاني ويخلص على نص البشر علشان النص التاني يعرف يعيش مرتاح. غير كده كمان لما يبقى في قدرة على صناعة الأعضاء البشرية، فإيه اللي هيمنع واحد عداء مثلاً إنه يقولك أنا ليه ما عملش عملية تغيير أعضاء وازود حجم الرئة بتاعتي أكتر وازرع رجل بعضلات أكبر علشان أجري أسرع والفترة أطول؟ وواحد تاني يقولك أنا غني، فليه ما يبقاش عندي بدل القلب 3 قلوب يخلوني أعيش مدة أطول؟ وواحد تالت أغنى منه يعلي عليه ويقوله أنا هغير جسمي كله علشان أبقى أقوى وأصغر من باقي البشر. ومش بعيد تلاقي واحدة تقول أنا عايز أركب راس تانية أو 3 رجول، وهنا هتبتدي تظهر استخدامات شاذة لزراعة الأعضاء البشرية بعيدا عن السبب الأساسي اللي تم إنتاجها علشانه. ولنفترض إن إنسان طبيعي جدا وهيستخدمها استخدام عادي، بس لما يلاقي أعضاء جسمه بتتدهور بسبب التقدم في العمر ليه ما يغيرهاش علشان يرجع شباب من تاني، ويقول لمراته معلش ما هو ابن خالتك أحسن مني في إيه؟ وهنا هيلجأ كل شخص انه يترك انسانياته الطبيعية ويسعى انه يبقى انسان سوبر. ودي كانت حكاية زراعة الاعضاء البشرية في الفضاء. يا ترى تحب تبقى انسان عادي ولا شايف انك تبقى انسان سوبر؟ هستنى اعرف رأيك في التعليقات، واتمنى تكون الحلقة عجبتك، وكالعادة هسيبلك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو. ولو انت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص، ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.